أهلا بيكم في القناة. كل اللي محتاجينه عشان نعمل مفرش البسيط ده هو إبرة كروشيه وخيط، ويلا بينا نبدأ ونشوف عملناه ازاي. هو سهل خالص وهيعجبكم. أول حاجة هنبدأ بعمل غرزة بداية، عقدة البداية. وهنعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4. الخيط اللي انا مستخدماه ده خيط اليزا ديفا قطن، ومستخدمة ابرة 2.5 ملليمتر. هنقفل ال4 سلاسل بدايرة بغرزة منزلقة، وبعد كده هنعمل 8 غرز حشو جوه الدايرة. 1 هنا اتلخبطت ودخلت في الغرزة اللي هي اللي انا قفلت فيها فطلعت تاني. هنعمل جوه الدايرة كده 3 4 5 6 7 8. هنقفل طبعا الدايرة بغرزة منزلقة في أول غرزة حشو احنا عملناها. هنطلع هنا 6 سلاسل، ليه بقى؟ 3 هما موازيين للعمود بلفة، و3 تانيين ده بيكون الفراغ اللي ما بين كل عمود. احنا هنشتغل في كل غرزة عمود بلفة. وما بين العمود بلفة والعمود التاني 3 سلاسل، 1 2 3. وهندخل في الغرزة اللي بعديها ونعمل عمود بلفة. معلش، هي في الأول بتكون عشان الخيط رفيع طبعا، والإبرة رفيعة، فأول دايرة كده أول راوند بنعمله بيكون صعب شوية. طبعا انت لو عندك خيط اسمك من كده اوكي يعني. ده الشكل العمود والفراغ. 1 نعمل 3 سلاسل، 3، وندخل في الغرزة اللي بعدها على طول ونعمل عمود بلف. ثلاث سلاسل عمود بلف. في خيط جديد نازل لخيط إليزا، القطن بتاعه أتخن من ده،
تقريبا جولد كوتون. انا طبعا سافرت قبل ما اشتري، يعني ده دي الحاجات اللي عندي هنا، فانا ما عنديش يعني خيوط كتير، دي الحاجات اللي معايا، ده اللي انا هشتغل بيه يعني بالخيوط اللي عندي. نعمل اخر واحدة، هنقفل. احنا كنا طلعنا 6 سلاسل، هنقفل في الثالثة. احنا طبعا بنعمل 3 سلاسل ونوصل في ثالث غرزة احنا عملناها، 2 3 وندخل ونعمل منزلقة. ده الشكل. هدخل في الفراغ اللي بعده واعمل انا عشان اعدي ادخل في الفراغ هعمل غرزة منزلقة، هطلع 3 سلاسل، واعمل غرزتين عمود بلفة، بعد كده هعمل 3 سلاسل وادخل الفراغ اللي بعده واعمل 3 عواميد بلفة. اوكي، ال3 سلاسل اللي عملناهم في البداية دول كانوا موازيين للعمود، يبقى يعني هعمل 3 سلاسل بعد كده 3 عواميد بلفة. سوري يا جماعة، احنا هنعمل 4 سلاسل، 4 سلاسل بعد كده 3 عواميد بلفة. ده تاني عمود، تالت عمود، اوكي يبقى 4 سلاسل 3 عواميد بلف. 1 2 3 4، هدخل الفراغ واعمل 3 عواميد بلف. 1 2 3، تاني 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده نعمل 3 عواميد بلف. ونكمل كده لآخر الراوند. كده خلصت تقريبا الدايرة، فاضل فراغ واحد هنشتغله سوا مع بعض. عمود 2، ثلاثة، ما تنسيش هنعمل 4 سلاسل برضو قبل ما نقفل. هنقفل في التالت غرزة بغرزة منزلقة. الراوند اللي بعديه هنعمل غرزة حشو في تاني عمود احنا دخلنا فيه، يعني
تاني عمود من الثلاث عواميد اللي عملناهم هنعمل غرزة حشو، وبعدين هنروح للفراغ اللي بعده وهنعمل 8 نص عمود، 4 5 6 7، يبقى 8 عواميد، 8 غرز نص عمود في الفراغ. وبعدين بروح لتاني عمود اعمل غرزة حشو، واروح للفراغ اللي بعده اكمل تاني 8 عواميد بلفة. ادي العمود التاني هندخل فيه، 1 2، هعمل غرزة حشو وادخل للفراغ واعمل 8 غرز نص عمود. بعتذر يا جماعة، هو 8 عواميد بلفة عادي، وبعد كده غرزة حشو في العمود اللي هو في الوسط. خلصنا الراوند، هنعمل اخر فراغ مع بعض. ما تنسوش تعدوا 9، اوكي اعد انا عشان بنسى، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. نقفل بمنزلقة في الراوند ده بقى. ده كده الشكل بتاعنا، الوردة السوائل من جوه. هنعمل هنا، هنطلع في كل غرزة من 4 غرز غرز منزلقة، 1 2 3 4، في الغرزة الخامسة هنعمل غرزة منزلقة، وبعد كده ندخل نعمل حشو في نفس الغرزة، اوكي. هنطلع
بثمان سلاسل، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية. هروح شايفين الدايرة دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، في الخمسة هنعمل ثانية عند تانية، أنا مش عارفة الكاميرا كانت جايبة ولا لأ. واحد اتنين تلاتة أربعة، وفي الخمسة بندخل نعمل حشو. شايفين؟ وبعدين نرجع نعمل تمن سلاسل تاني، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية، واحد اتنين تلاتة أربعة، رقم خمسة حشو. سبعة تمانية، ويجي واحد اتنين تلاتة أربعة رقم خمسة. هنقفل في الحشو اللي احنا عملناه، فاكرين غرزة الحشو اللي عملناها اول واحدة هنا، هنقفل فيها بمنزلقة. اوكي، نطلع سلسلتين، وفي نفس الغرزة هنعمل هنطلع سلسلتين بس، ونروح على الفراغ اللي بعده نعمل تمانية عمود بلفة. اتنين احنا شغالين في الفراغ، تلاتة سوري نص عمود، بالمناسبة هنعمل تمن غرز نص عمود. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. اوكي، في غرزة الحشو اللي هنا دي هنعمل فيها برضو عمود بلفة. تمانية بقى في الفراغ، تمانية نص عمود. انا مش عارفة ليه عمالة اقول عمود بلفة، وانا اسفة. هو تمانية نص عمود، تمن غرز نص عمود. تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هندخل في غرزة الحشو دي وهنعمل برضو غرزة نص عمود. اوكي، هنكمل بالشكل ده، تمانية غرز نص عمود في غرزة الحشو، برضو غرزة نص عمود.
هنقفل الراوند ده بغرزة منزلقة. في أول غرزة نص عمود عملناها، هنطلع سلسلة وندخل في نفس الغرزة ونعمل حشو، نطلع 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. هنسكيب 3 غرز، 1 2 3، وفي الرابعة ندخل ونعمل حشو. واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، نسكب 3، نتجه نسيب 3 غرز، 1 2 3، وفي الرابعة ندخل ونعمل غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6، عندي 1 2 3، الرابعة بدخل وأعمل حشو. ده الشكل. نعمل واحدة كمان، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3، الرابعة هنقفل هنا ازاي؟ هعمل احنا كنا بنعمل 6 سلاسل، لا في النهاية هنا هنعمل سلسلتين بس، 1 2، وبعد كده هعمل عمود بلفتين، هلف لفتين على الابرة، هدخل في غرزة الحشو اللي كنا عملناها هنا اول غرزة لما جينا نبدأ السطر ده، وهنخرج. اوكي، هطلع 3 سلاسل، 1 2 3، وهدخل في الفراغ ده هعمل عمودين بلفة، 1 2، هعمل 4 سلاسل، 1 2 3 4، عملنا 4 سلاسل. هندخل في الفراغ اللي هنا وهنعمل 3 عواميد بلفة، 4 سلاسل، 1 2 3 4، لف ادخل في الفراغ اللي هنا وهنكرر 3 عواميد بلف. هنكمل كده لنهاية السطر ده. بعد ما خلصنا هنخلص، خلاص نقفل الراوند ده، نقفله مع بعض.
ده اخر فراغ اللي انا شغالة فيه. اربع سلاسل عادي، وبعد كده هقفل في اول عمود عندي، يعني اول ثلاث سلاسل اللي عملناهم، واحد اثنين ثلاثة، ادخل في الثالثة. وهنعمل غرزة منزلقة كده، احنا قفلنا. اوكي، هندخل لغرزة العمود اللي وسطاني اللي في النص. اوكي، هاي دي. وهنعمل غرزة حشو. اوكي، بعد ما خلصنا غرزة الحشو هنعمل 9 عواميد بلفة هنا. اوكي، في كل فراغ هنشتغل 9 عواميد بلف. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، هنعيد 5 تاني، 6 7 8 9. بقفل ازاي، بروح ازاي بعد كده للفراغ اللي بعده؟ الاول بروح رايحة للغرزة، ادي عندي واحدة اتنين، العمود اللي في النص. اوكي، هنعمل حشو، بعد كده نرجع نعمل في الفراغ ده 9 عواميد بلف. واحد، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. اوكي، نقفل بغرزة حشو في العمود اللي في النص. تاني عمود، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، ونقفل بحشو في العمود الوسطاني. تالي سهلة، هنكمل كده الراوند كله، الدور كله، ونرجع نشوف هنعمل ايه بعد كده. اوكي، نقفل بقى السطر ده. اخر فراغ عندنا هنشتغل فيه 9 عمود بلفة.
تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. خلصنا الراوند. هنقفل في الغرزة دي، غرزة الحشو الأولانية اللي هنا، بغرزة منسلقة. اوكي، هنطلع خمس سلاسل، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. عندي هنا واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. في خامس غرزة هنعمل غرزة حشو، وهطلع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. وفي غرزة الحشو دي اللي احنا عملناها هعمل منزلقة. كده اطلع خمس سلاسل، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة. في الغرزة الخامسة هقفل بمنزلقة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. نعيد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. ندخل نعمل حشو. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. ندخل في الحشو ونعمل منزلقة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. وهعد، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. في الخمسة نعمل منزلقة. اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. في الخمسة بدخل وأعمل حشو. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. كده احنا خلصنا المفرش. احنا فاضل لنا اخر، هنا اخر واحد وحدة هنعملها. هنطلع زي ما قلنا، خمسة، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. تعدي، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. وهنعمل غرزة حشو. هنطلع واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. وهنا في غرزة الحشو اللي عملناها هندخل ونعمل منزلقة.
85. 1 2 3 4 5 وهنقفل هنا في اخر واحدة. غرزة تانية ونقص الخيط. كده احنا خلصنا المفرش. اتمنى لو الفيديو عجبكم وطريقة المفرش سهلة وبسيطة بالنسبة لكم تعملوا لايك للفيديو. شكرا.